أخبار الليلة من الحدث. طاب مساءكم مشاهدينا، أنا لارا نبهان وهذه الأخبار الليلة وإليكم أهم ملفاتها. هل ظهر الرد المنتظر من قبل إيران؟ كيف ستعيد إسرائيل إيران للعصر الحجري كما تقول؟ ماذا في حقيبة السودان إلى واشنطن ومقابلة خاصة مع الجمعية الفرنسية التي رفعت دعوى فساد على ميقاتي؟ في الأخبار الليلة نجيب عن هذه الأسئلة، ولكن نبدأ بالعناوين. هل ظهر الرد المنتظر؟ إيران ترد باختطاف سفينة تجارية وإسرائيل تتوعدها بصد ورد إذا صعدت. تل أبيب تطالب الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية وتلوح بإعادة إيران للعصر الحجري. في حقيبة السودان إلى واشنطن ظرف دقيق وتساؤلات حول دور العراق في لعب دور بإخماد نيران المنطقة. غزة تحت القصف الإسرائيلي والضفة الغربية تحت هجوم المستوطنين بعد مقتل أحدهم. ضمن خاص الحدث دعوى فساد وإثراء غير مشروع ضد رئيس حكومة لبنان ومقابلة خاصة مع جمعية شيربا الشهيرة بكشف هذه الملفات. ظهر الرد المنتظر، طال الانتظار وعلى سقف التوقعات لتواكب سقف التصريحات، لكن يبدو أن التحرك رسى على اختطاف سفينة تجارية بعملية نفذتها قوات إيرانية في مضيق هرمز. في الإثر اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران بتنفيذ ما أسماه بعملية قرصنة في انتهاك للقانون الدولي بحسب قوله. كما دعا الوزير الإسرائيلي الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وفرض عقوبات على إيران. وفي تفاصيل ما جرى اليوم، فقد أعلنت شركة MCS Aries بأن سفينة برتغالية تعرضت لإنزال من هليكوبتر إيرانية وتم الاستيلاء على السفينة واختطافها، فيما حذرت إسرائيل إيران من أي تصعيد وبأنه على طهران تحمل تبعاته، وأكدت تل أبيب أنها ستتصدى وترد. اختطاف السفينة نفذته قوات إيرانية من الجو في مضيق هرمز، ووفقا لمصادر الحدث فإن السفينة التي استولت عليها قوات إيرانية هي تجارية تحمل حاويات وكانت متجهة إلى الهند وعلى متنها 20 بحارا فلبينيا. مصادر الحدث أكدت أن إيران اعتبرت اختطاف السفينة MCS Aries ردا على مقتل قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان. كما كشفت مصادرنا عن إطفاء إيران أجهزة التتبع الخاصة بسفينة التجسس التابعة لها في البحر الأحمر منذ 10 أيام. Better go to bridge. هناك حديث في تل أبيب عن استخدام سلاح جديد ضد إيران لو أقدمت الأخيرة على ضرب منشآت إسرائيلية استراتيجية. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن هناك توجها إسرائيليا لاستخدام قنابل كهرومغناطيسية لشن هجمات داخل إيران من شأنها أن تعيدها إلى العصر الحجري. فما هي هذه القنابل الكهرومغناطيسية وما نتائج استخدامها؟ تعتبر القنابل الكهرومغناطيسية قنابل غير قاتلة للأفراد وقادرة على شل محطات الكهرباء وكافة الأجهزة الإلكترونية ووسائل النقل في محيط سقوط القنبلة عبر الموجات الكهرومغناطيسية. تصل سرعة القنبلة هذه إلى حوالي 300,000 كيلومتر بالثانية، أي أنها تقترب من سرعة الضوء. تعمل القنبلة هذه من خلال النبضة المغناطيسية الكهربائية الكبرى التي يمكنها التداخل مع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ونظم تشغيلها لإلحاق أضرار فيها وإصابتها بالتلف.
تستطيع هذه القنبلة إعادة أي دولة مستهدفة إلى 300 سنة إلى الوراء، أي إلى العصر الحجري، من خلال قدرتها على تعطيل أجهزة الرادار والاتصال بالأقمار الصناعية والإرسال والاستقبال السلكية واللاسلكية، ما سيتسبب بإحداث فوضى عارمة. يمكن للدولة التي تطلق القنبلة أن تسقطها باستخدام نوع محدد من الصواريخ تعرف باسم الصواريخ الطوافة، أو من خلال طائرات تستطيع استخدام نفس تقنيات الصواريخ في عملية الإسقاط للقنبلة. تعد الولايات المتحدة أول من امتلك هذه القنبلة، تلتها كوريا الشمالية والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا. هذا من ناحية الهجوم، لكن لنسلط الضوء على أنظمة الدفاع التي تفتخر بها إسرائيل، نظام القبة الحديدية، وهو مصمم للصواريخ والطائرات بدون طيار ذات المدى القصير التي يصل مداها من 4 إلى 70 كيلومترا. لدى إسرائيل أيضا نسخة بحرية منه معروفة باسم سي دوم، نشرته الأسبوع الماضي للمرة الأولى على متن سفينة حربية للتصدي لأي هدف جوي مشبوه. من هنا ننتقل إلى نظام مقلاع داود، وهو نظام مصمم لكشف وتدمير الصواريخ البالستية وصواريخ كروز، إضافة إلى الطائرات المسيرة من دون طيار، على مدى يصل إلى 200 كيلومتر، أي لاعتراض الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى. أيضا نظام الدفاع الصاروخي المتطور المعروف باسم السهم هو مخصص لاعتراض الصواريخ البالستية التي تطلق من مسافة تصل إلى 2400 كيلومتر. يوفر هذا النظام دفاعا شاملا عن المواقع الاستراتيجية وأيضا المناطق المأهولة. أيضا الشعاع الحديدي، وهو الذي لا يزال تحت الاختبار، من المقرر أن يتم تشغيله في منتصف 2025، ويستخدم هذا النظام أشعة الليزر لاعتراض المقذوفات بتكلفة أقل من القبة الحديدية. إيران funds, trains and arms terror proxies across the Middle East and beyond. إيران تمول وتدرب وتسلح وكلاء الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. إن شبكتها الإرهابية لا تهدد سكان إسرائيل وغزة ولبنان وسوريا فحسب، فالنظام في إيران يغذي الحرب في أوكرانيا وخارجها. ستتحمل إيران عواقب اختيارها تصعيد الوضع أكثر. نحن في أهبة الاستعداد وفي حالة تأهب قصوى. لقد قمنا بزيادة استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر، ونحن أيضا على استعداد للرد. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة أعادت نشر مدمرتين في الشرق الأوسط وسط المخاوف من هجوم إيراني متوقع على إسرائيل. وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد تضمنت الإجراءات الأمريكية إعادة انتشار مدمرتين كانت إحداها موجودة بالفعل في المنطقة وتم إعادة توجيه الأخرى إلى هناك. ووفقا لوول ستريت جورنال، فإن واحدة على الأقل من السفن مجهزة بنظام إيجس المضاد للصواريخ. تأتي هذه التحركات الأمريكية بعدما نقلت وكالة CNN عن مصادر لها معلومات استخبارية لدى الولايات المتحدة تفيد بأن إيران حركت أصولاً عسكرية مما فيها طائرات مسيرة هجومية ومئات صواريخ كروز. وأشار المصدران من المخابرات الأمريكية لCNN إلى أن إيران ربما تستعد لمهاجمة أهداف إسرائيلية انطلاقاً من داخل أراضيها. وبحسب المعلومات الاستخبارية التي نشرتها CNN، فإن الإيرانيين يريدون أن تكون الضربة الانتقامية على إسرائيل كبيرة، لكنهم يريدون أيضا تجنب التورط في حرب مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة. قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون إنه ناقش مع الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس المخاوف المشتركة بشأن تهديدات إيران بمهاجمة إسرائيل. وقال الوزير البريطاني إن المزيد من التصعيد في المنطقة ليس في مصلحة أحد، مؤكدا عزم بلاده الاستمرار في العمل مع الشركاء لدعم الأمن الإقليمي. وعلى جبهة لبنان، أفاد مراسل الحدث بانفجار مسيرتين وسقوط 3 صواريخ في الجليل الغربي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط 3 قذائف في مناطق مفتوحة شمال إسرائيل أطلقت من لبنان. هذا وقصف الجيش الإسرائيلي سلسلة أهداف تابعة لحزب الله جنوبي لبنان، واستهدف القصف مجمعات عسكرية لحزب الله في منطقتي بيت ليف والعديسة. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على طيبة وخراج حولة بالجنوب اللبناني.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان سابق إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من احتمال تسلل طائرة مسيرة في شمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية. لك يا زلمي لك، اسمع اسمع، الحرب بدي يغير الغار. لك طلعت طلعت طلعت. نفتح نقاشا في هذه التطورات هذا المساء مع ضيوفنا من واشنطن الدبلوماسي السابق والباحث في مركز أبحاث دراسات دولية بواشنطن بسام برابندي، من بيروت الدكتور رائف خوري أستاذ محاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية، ومن أربيل الدكتور سربس نبي أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويا. مساء الخير لكم ضيوف الكرام، أهلا بكم في الأخبار الليلة هذا المساء. أستاذ بسام، مع حضرتك أبدأ اليوم. بالنسبة للأجواء الأمريكية في تحذيرات من أي رد إيراني، ولكن من نفس الوقت الحديث عن هذه السفينة التي اختطفت، الحديث عن الرد الذي حكي بالأمس أنه أتى من جنوب لبنان، هل أمريكيا يقرأ هذا الموضوع أنه هو رد إيراني أم لا؟ يعني صعب حتى الآن أن نعرف كيف سيكون رد الفعل الأمريكي. وزير الرئيس بايدن قطع إجازته وعاد، سيعود للبيت الأبيض بعد ساعتين مع مجلس الأمن القومي. هذا قد يعني أنه سيكون هناك، قد يعني أن يكون هناك تطورات عسكرية، أو يتوقع أن يكون هناك تطورات عسكرية في المنطقة طارئة، بحيث أنه قطع إجازته وعاد يعني. وهذا بعد، وهذا كان بعد أن كان هناك اتصال ما بين وزير الدفاع الإسرائيلي والأمريكي، والوزير الدفاع الأمريكي مرة أخرى أكد على دعم الولايات المتحدة المطلق لأمن إسرائيل باتجاه أي شيء ممكن أن تقوم به إيران أو أذرعها في المنطقة تجاه إسرائيل. من هذه المنطلق ممكن أن يؤدي ذلك، أو نتوقع أنه قد يحدث شيء اليوم كرد إسرائيلي على اختطاف السفينة، أو فعلا هجوم أمريكي، هجوم إسرائيلي على إيران أو مواقع الإيرانية، أو شيء ما قد يحدث في هذه الليلة. ولكن بعيدا عن هذه الأخبار وهذه التفاصيل، الإدارة الأمريكية بالطبع، هذه الإدارة الأمريكية هي إدارة تحاول إيجاد حلول وسط ما وراء الستار، تحاول أبدا دائما أن تحاول أن تحد من أي توتر في المنطقة بإيجاد رشاوي للدول المعنية بأن تهدئ الأمور. أمس الخارجية الأمريكية منحت إيران وروسيا إعفاء من لبناء 5 أو 6 مفاعلات نووية روسية في إيران. يعني في ظل كل هذا التوتر الذي نسمع عنه، أمس الخارجية الأمريكية سمحت لروسيا ببناء مفاعلات نووية لإيران. قراءة لهذا الأمر بأن إيران، أن هناك اتفاق تفاهم قد حصل بين الولايات المتحدة وإيران، بأن إسرائيل قد قتلت أشخاص ذو مناصب استراتيجية في الحرس الثوري، هي أخذت ثمنه شيء استراتيجي مقابل، بعيدا عن الأضواء، هو بناء مفاعلات نووية جديدة في إيران قيمة أكثر من 15 مليار دولار تذهب إلى روسيا اللي هي عدو الولايات المتحدة في أوكرانيا. ولكن هذه هي طريقة تفكير الإدارة، هي طريقة الرشاد من المساعدات. الإدارة الأمريكية نفسها أعطت حزب الله عن طريق منظمات إنسانية وغير حكومية الأسبوع الماضي 100 مليون دولار ليساعدون اللاجئين اللبنانيين الذين هربوا من جنوب لبنان نتيجة القصف الإسرائيلي إلى بيروت ومناطق أخرى. رشوة لحزب الله حتى لا يكون تصعيد، المصاري وصلت يعني بغض النظر كيف تصرف وأين تصرف موضوع مختلف، ولكن هذه الطريقة التي تتعاطى فيها الإدارة. أعتقد أنها ستحاول قدر الإمكان التواصل مع الإيراني بكل السبل لإيجاد تفاهم ما، لا نقول صفقة، تفاهم ما يحفظ ماء الوجه للكل، لا يكون هناك تصعيد عسكري أكثر، لا تريد الولايات المتحدة أن يرتفع سعر النفط أو أن هي تنجر إلى حرب في المنطقة تحاول الابتعاد عنها، إعادة التركيز إلى ما جرى في غزة أو ما يجري في غزة. هذه الطريقة أعتقد نستطيع أن نفهم استراتيجية الولايات المتحدة. أما الفعل وردة الفعل الإعلامي والأخباري صعب البناء عليه، لأنه فعلا الأشياء تتغير بكل دقيقة. معطيات لافتة جدا أستاذ بسام، سأنقلها أيضا للدكتور رائف ضيفنا من بيروت. يعني اليوم هل فعليا كل هذا التصعيد الكلامي الموجود بالأعلام هو يعكس تفاهم أمريكي إيراني ومن خلفه أكيد إسرائيلي إيراني؟ ليس
ليس بالضرورة أن هناك اتفاق، إنما هناك من تحت الطاولات وبطرق غير مباشرة، تفاوض غير مباشر لتخفيض التصعيد، وليس من مصلحة أمريكا أن يتصاعد التصعيد في هذه المنطقة، لأنها أعلنت وفعلا ستقوم بالرد وبحماية إسرائيل، ولقد أعلنت أعلى هيئات في أمريكا من وزير الدفاع إلى الرئيس بايدن إلى قائد المنطقة الوسطى وجميع الجيوش الأمريكية بأنهم على استعداد لحماية إسرائيل، وتم إرسال فرقاطتين، واحدة كانت موجودة وتوجهت مباشرة إلى مكانها، والثانية أوتي بها من منطقة قريبة من جنوب إيطاليا. أما هل هناك حرب نفسية؟ نعم هناك حرب نفسية تقوم بها إيران بتحريكها لمئة صاروخ باليستي وأيضا لمسيرات، إضافة لما لها من قدرات في المنطقة في لبنان وسوريا وعلى حدود الأردن مع العراق وأيضا الحوثي. إنما فعلا هناك خطر جدي غير مسبوق، منذ 44 عاما لم تأتي إيران بأي فعل ضد إسرائيل، النظام الإيراني لم يأتي بأي فعل ضد إسرائيل طيلة وجوده منذ العام 1979، إنما اليوم الوضع مختلف، هناك جو داخلي ضمن إيران يضغط على الحكومة الإيرانية وعلى الحرس الإيراني لتغيير خطته، ولقد أزيل من رأس الجمهور الإيراني كما أيضا من دول الممانعة والرأي العام في الدول الممانعة أن إيران ليس باستطاعتها مواجهة إسرائيل، وليس بمقدورها أيضا الرد على اغتيال الحرس قادة الحرس الثوري في سوريا. نعم. إنما إيران تضطر إلى تحريك هذه القوى أولا للمزيد من التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وثانيا أيضا للتشجيج وتهيئة وشد عصب قوى الممانعة الذين يسخرون، وليس فقط يتأففون، يسخرون من كلام الوعيد والتوعد الذي مل منه الجمهور في هذه البلدان. إنما ليس ما يقال حول روسيا والمفاعلات النووية، لقد بنت روسيا مفاعلين نوويين ولم تسدد إيران ثمنهما، وذهب كل من الرئيس السابق إلى روحاني والرئيس الحالي رئيسي إلى موسكو لطلب تقسيط وتأجيل تسديد هذه الأموال. نعم. ولقد جرت مقاصة ما بين هذه الأموال والصواريخ والمسيرات التي أرسلت إلى موسكو من أجل بهدف استعمالها بحرب أوكرانيا، وبالتالي ليس هناك اتفاق أمريكي روسي أو أمريكي إيراني لتسهيل عمل المفاعلات الروسية، ولقد بنت روسيا مفاعلين في إيران وهي بصدد بناء مفاعل ثالث، إنما ليس تحت مظلة وبرضا وباتفاق أمريكي. طيب. مع نعم. إيران أو مع روسيا. طيب يعني سأذهب إلى دكتور سرابست كذلك، نفس الإطار الذي نتحدث فيه دكتور، يعني اليوم أي حجم من الرد يمكن أن يأتي فعلا حتى يوقف كل هذه الحرب الإعلامية الموجودة، إلى جانب كذلك الحرب المنتظرة بحسب كثيرين. مساء الخير جميعا. سنور. بالفعل نحن نسمع قرقعة تصريحات ولا نشاهد حرابا ولا نشاهد سيوفا ولا رماحا، قرقعة تصريحات وتصريحات مضادة من الجانبين. السياسة هنا، اسمحي لي أستعير من المسرح مفهومين، السياسة هنا استعراض وفرجة، هناك من يلعب دور ثانوي، هناك
من يلعب دور البطولة. بالنسبة للنظام الإيراني هو أن يستحوذ على المشهد ويحتفظ بهيبة دور البطولة. الاستعراض هو مركزي في ذهنية السياسة الإيرانية. وفي الاستعراض السياسي عادة جميع المقايضات والمساومات تكون واردة. أيضا السيناريو ليس يوضع على خشبة المسرح، السيناريو الحقيقي يوضع في الكواليس. فما نسمعه الآن من ثرثرات إعلامية ومن تصريحات في الساحات العامة، الحقيقي هو الحوارات التي تجري في الأزقة الخلفية من المدن. النظام الإيراني يهمه الآن أن يحتفظ باستعراض هيبته على الجمهور المتفرجين من حلفائه، ولأنه يمثل دور الرئيسي في دور القائد للمحافظ على العقيدة على مسرح المقاومة، على مسرح أيديولوجيا المقاومة. ما يهمه الآن هو ذلك، ولهذا السبب يرسل رسائل عبر وسطاء إلى الطرف الأمريكي. السؤال الأهم، هل سيكون الرد الإيراني المتوقع هو كبيرا بدرجة تجعل الولايات المتحدة مضطرة إلى الانخراط في حرب إقليمية في المنطقة؟ هذا هو سؤال المحك على المحك. لهذا السبب إيران ستضطر إلى الرد المشذب والمنضبط، والذي يمكن التفاهم حوله مع الولايات المتحدة، بحيث تحافظ على ماء الوجه كما يقال عادة، وتحقق نصرا إعلاميا بالنسبة لعوامها ولجمهورها، ودون أن تلحق أذى إسرائيل أيضا تستفيد إذا ما حدث. لا ننسى أمرا هاما، أن نتنياهو هو بسبب الأزمات الداخلية، انقسام داخل الحكم، ورغبته في اقتحام رفح، هو يريد أن يستدرج الولايات المتحدة ودول أخرى إلى حرب أقليمية ضد إيران في هذا الوقت لتحقيق مآربه الداخلية. فالطرفان المستفيدان اللذان ينويان الاستفادة وينويان السعي إلى استثمار في هذه المعركة هو نتنياهو في مواجهة خامنئي في وقت واحد. نشير هنا مشاهدينا فقط يعني إلى عاجل ننقله الآن. هناك هجوم سيبراني يخترق في هذه الأثناء مواقع إيرانية ويدعو سكان طهران للتزود بالطعام وبالماء استعدادا للحرب. هذا دائما ما زلنا نتحدث في إطار الحرب الإعلامية وعلى ما يبدو حرب سيبرانية جارية بنفس الوقت. أستاذ بسام، في سؤال يطرح الآن كثيرا من ناحية تعاطي الولايات المتحدة مع التهديد الإيراني، التهويل أكثر فأكثر، وإعطاء إيران يعني دور أكبر وأكبر بالمنطقة من ناحية الخوف من الرد الإيراني. وهناك من يتساءل لماذا إيران وحتى لماذا أمريكا وحتى إسرائيل يريدان فعلا إعطاء هذه الأهمية وهذه القيمة لإيران بوقت أنه نحن نعلم أنه هم بمواجهة معها في هذه الفترة؟ يعني الفكرة الرئيسية أنهم لا يريدون فتح جبهة عسكرية جديدة في المنطقة بوقت الجميع على أقل الولايات المتحدة يحاول التهدئة قبل أن يذهبون للانتخابات، قبل أن يرتفع النفط في العالم وتأثر على المستوى الداخلي المحلي الأمريكي. الولايات المتحدة إذا تنظر للمشاكل التي حولها كدولة، يوجد هناك مشاكل في أمريكا اللاتينية اليوم بين كل الدول في جنوب أمريكا، يوجد هناك حالة عن عدم الاستقرار الكبيرة، يوجد لديهم الصين، أوكرانيا. آخر شيء يحتاجونه هو حرب في الشرق الأوسط، والذي كل الرؤساء الأمريكان يحاولون الابتعاد من أيام أوباما إلى اليوم. هم يحاولون سياسة رئيسية لهم الابتعاد عن الشرق الأوسط ومشاكله، فبالتالي هم يحاولون فعلا الضغط على إيران. نعم. بعين زيادة الضغط الإعلامي بأن إيران هي فعلا مصدر للقلق والخوف العسكري والبعبع الموجود، لتغطية في مقام إيران بأي عمل أحمق، لتغطية تدمير إيران أو القيام بعمل عسكري كبير ضد إيران. إيران تدرك ذلك وهي تلعب على هذا التناقض، بأن كما تفضل دكتور سردس هي تقوم باستعراض يومي لا ينتهي منذ أكتوبر 6-7 إلى اليوم، تريد أن تكون هي القائد والموجه والمحرك للأمور، وبنفس الوقت تطلب من الغرب أن يراضوها، تعطيها امتيازات، يساعدونها. نعم. لتثبيت سيطرة عملية. هذه هي المعادلة، وهذه المعادلة ما زالت قائمة اليوم. الإسرائيلي يحتاج إلى إيران البعبع حتى
تبقى إدارة الإسرائيلية للحرب ضد غزة موجودة، يبقى نتنياهو في الحكم، يستمر القصف الإسرائيلي لكل مواقع الإيرانية ومحسوبة الإيرانية في كل أرجاء المنطقة، والإيران يحتاج مرة أخرى لهذا البعبع حتى يقول نحن أقوياء وعليكم أن ترشونا بأي شيء ما حتى نبقى بهذه الدوامة المتواجدة. ولكن خطورة هذه طريقة التفكير إذا إيران فعلا صدقت نفسها بأنها هي قوة عسكرية كبيرة، نعم، أكبر من نعم. حجمها، حجم الرد سيكون كما تفضل تقريركم مدمر لإيران، لا نعرف كيف شكله أو حجمه، ولكن ليس سيضع إيران في حجمها الحقيقي العسكري والجغرافي. يعني عمليا هذا ما يجري، نعم، منذ أيام أوباما إلى اليوم. دكتور رئيف، دخل تفاصيل يعني. نعم، بالانتقال إلى دكتور رئيف، يعني لم يعد أحد يتحدث مثلا عن الضغوط التي كانت موجودة على أمريكا لوقف تسليح إسرائيل، لم يعد أحد يتحدث بشكل كبير عن الضغوط الموجودة على نتنياهو على إسرائيل بموضوع عملية رفح أو حول كل ما يجري بغزة، لأنه كل الأنظار الآن متجهة إلى إمكانية حرب إقليمية مع إيران. كم خدمت إيران أمريكا وإسرائيل إذن؟ هناك خدمات متبادلة، وبالتالي هذا الانحراف، حرف الصورة، نعم، عن غزة وعن الضفة الغربية وعن جنوب لبنان هو خدمة وخطف البواخر وما يجري في البحر الأحمر في باب المندب وفي مضيق هرمز. هم كل هذه الخطوات وهذه الأفعال هي خدمات جلة لأمريكا ولأوروبا ولإسرائيل وللتطرف الإسرائيلي اليميني الموجود في حكومة إسرائيل. إنما علينا أن ننتبه إلى أمر محدد، أن ما يجري في رفح أو في القطاع أو في الضفة أو في جنوب لبنان لا يعبر فقط عن معارك نتيجة 7 أكتوبر، أن ما يجري في المنطقة عامة هو إعادة الردع، وهنا أمريكا معنية بالردع الإسرائيلي. إسرائيل تريد أن تعيد هيبتها وأن تعيد سياسة الردع، نعم، وأن تقول لكل من يتحرش بها بأنها حاضرة للنيل منه ولإعادته إلى العصر الحجري. وهذا ما فعلته في العام 2006 في لبنان، وما تفعله اليوم في قطاع غزة، وأيضا هي مستعدة أن تفعله في سوريا وفي العراق وأيضا في إيران. طيب، وبالتالي ليست حربا نفسية فقط، إنما أيضا هناك مسعى جدي لإعادة سياسة الردع إلى إسرائيل، وأيضا إلى الحفاظ على التوازن الدولي. أن الحرب التي تجري في المنطقة شبيهة بالحرب التي تجري في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا وكل من أوروبا وأمريكا، وبالتالي هذه الحرب ليست فقط تؤسس إلى سياسة الردع، إنما أيضا تؤسس إلى توازن القوى في المنطقة. طيب، وإعادة التوازن في المنطقة هو إعادة توازن للميزان القوى العالمي. وبالتالي أن الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة مع إسرائيل وحلفائها هو لإعادة سياسة الردع. طيب، اسمح لي بس بدي أقول بهي النقطة لدكتور سارة الدولي والحفاظ على النظام الدولي، احنا بس الوقت صار ضيق أمنيا وعسكريا. الوقت شوي صار ضيق. دكتور سارة، بس اليوم يعني ما هو توازن القوى الذي يمكن إعادته إلى المنطقة والذي كان موجودا بأوقات سابقة؟ لأن المنطقة مرت بمراحل مختلفة جدا، يعني كل فترة كنا نتحدث عن توازن مختلف. الحقيقة نحن منذ 3 عقود نواجه تحديات جيوسياسية في المنطقة. القضية أعقد من أي حديث عن توازن. ليس هناك توازن منذ غزو صدام حسين للكويت إلى حد يومنا الراهن. الملامح السياسية والجيوسياسية للمنطقة بدأت تتبدد، ولا أحد يستطيع أن يتكهن بالمآلات. لكن ما يهمنا أن نقول في هذه البرهة وأن نكترث به هو أن خامنئي أمام تحدي استراتيجي يتعلق بهيبته. نعم.
يتعلق بمرجعية مرجعيته وهيبته كزعيم للمقاومة وغير ذلك. الرد هذه المرة كما حدث أثناء مقتل قاسم سليماني سيكون من قبل الإيرانيين وليس من قبل الوكلاء. هذا الأمر ضروري لأن الأمر ضروري بالنسبة لاستعادة الهيبة كهيبة محور المقاومة التي تتزعمها إيران. لكن أيضا بالمقابل إيران لديها إرث هائل من الاستعراضات، سبق أن تواصلت مع الولايات المتحدة كما نعلم وقامت باستعراض هائل من القصف لقاعدة عين الأسد، وهذا السيناريو مرجح الآن للتكرار. اليوم رحيم صفوي، يحيى رحيم صفوي كبير مستشاري إيران، أفاد بأن ما تقوم به إيران من حرب نفسية، وهذا مؤشر على نزعة الاستعراض لدى الإيرانيين، نعم، من حرب نفسية ضد إسرائيل قد أتت أكلها ونجحت. إذن إيران ليست جادة في توجيه ضربة تخل بما يسمى بالمنطق العسكري بقواعد الاشتباك، وإيران تدرك عواقب ذلك. لكن لو افترضنا أن الأمور خرجت عن السيطرة أو خرجت عن الرد المشذب أو المنسق الذي يتطلعون إليه، هل ستعمد الولايات المتحدة إلى توجيه ضربة تعيد إيران كما أرادت إسرائيل إلى عصر ما قبل التاريخ؟ أعتقد صعب، لأن إيران الحقيقة وهذه قناعة راسخة لدي، إيران بصرف النظر عن النظام الحاكم وموقف النظام، إيران الآن من الناحية الجيوسياسية تتمتع بأهمية لا تقل عن تركيا بالنسبة للولايات المتحدة، ولهذا السبب الولايات المتحدة تريد الحفاظ على الوضع القائم في إيران. يعني سؤال أسئلة أخيرة يعني أطرحها عليكم ضيوفي الكرام. في إيران مع بقاء النظام ضعيفا طبعا، رح أرجع لك بس بدقيقة لو سمحتم لأنه الوقت انتهى، بس يعني نريد الاستفادة من وجودكم أكثر قدر ممكن. أستاذ بسام، بالنسبة لسوريا الأسد بحسب كثير من المصادر أعطى تطمينات أنه سوريا لا يكون لها علاقة لا بسبعة أكتوبر ولا بما بعده، اليوم هل ما زال على نفس الموقف؟ وهل أصلا يعني كلام الأسد أثبت بالنسبة لسوريا أم سوريا فعلا منخرطة بشكل أو بآخر؟ يعني شوف، منما من 7 أكتوبر إلى اليوم الإعلام الرسمي السوري لا يغطي غزة إلا من كأنها خبر موجود في بلد وفي قارة بعيد جدا. لا يوجد هناك، منع الأسد حتى قيام مظاهرات سورية لتأييد لغزة مثلا، عددا كانت شوارع تنزل تهتف، ولكن هذا منعه كله جدا. هو يرسل كل الرسائل لإسرائيل بأني غير معني بفتح جبهة ضمن طاقتي، ضمن حكمي، ضمن الأوتوريتي اللي عندي إياها، ولكن إذا الإيراني هو يعمل في جنوب سوريا فليس يعني لا يمثلني. عمليا هذه الرسائل التي يرسلها بأني أنا مع أمن إسرائيل، حبينا أمن إسرائيل منذ 67 إلى اليوم، أنا غير معني بما يجري في غزة، ولكن أنا لا يوجد لدي سيطرة على ما يقوم به الإيراني وحزب الله من سوريا. عمليا هذه الرسالة من 7 أكتوبر إلى اليوم مستمرة. دكتور رئيف، أيضا باختصار اليوم 13 نيسان ذكرى الحرب، وبالتالي شبح الحرب الأهلية يلوح بلبنان وشبح حرب مع إسرائيل كذلك ما زال يلوح، أي خطر هو الأكبر؟ بالطبع الخطر مع إسرائيل، لأن القوى الداخلية في لبنان غير مستعدة ولا تريد الحرب الأهلية. هناك فريق واحد مسلح يريد الفتنة الداخلية، وهذا ما أثبتته الأحداث الأمنية الأخيرة. أما إسرائيل نتيجة لجبهة الجنوب المساندة لغزة والتي تربط لبنان بغزة، وعلى الصعيد أيضا الحكومي الرسمي من قبل رئيس الحكومة ووزير خارجيته، فالخطر الأساسي هو إباحة الأجواء وجعل أجواء سوريا وأجواء لبنان متشابهة، وبالتالي كل ما يجري في لبنان يجري في سوريا، واختيار الأهداف ووصولها إلى العمق اللبناني الداخلي لحدود بعلبك والهرمل والاغتيالات دليل على أن ما يجري في لبنان هو شبيه لما يجري في سوريا، وهو الخطر. طيب، لأن إسرائيل انتقلت من حالة الدفاع
إلى حالة الهجوم وتريد فعلا أن يلجأ حزب الله إلى العقلانية وأن لا يقود الحدود إلى توسع الحرب. وهذه الحرب ليست فقط حرب لبنانية، إنما حرب ردع بالمنطقة. طيب. وميزان نعم. قوى جديد في المنطقة دكتور. يقود إلى ميزان قوى عالمي. نعم دكتور سرابست، زيارة السوداني إلى واشنطن الآن، هل تحمل أي طرح إيراني، أي دور وساطة، أي شيء رأيناه ولعبه العراق بأوقات سابقة؟ بكل الأحوال التصريحات التي أبداها في مقالة أو في فورين بوليسي تؤكد جرأة واستقلالية السوداني في هذه الحقبة إزاء نفوذ الإيراني. هو يحاول أن يتقرب بخلاف جميع تصريحات الميليشيات والقوى الولائية في العراق، بخلاف المطالبات بإخراج القوات الأمريكية، بخلاف كل ما سبق وأن سمعناه خلال الشهرين الأخيرين. حديث وخطاب السوداني كان مختلفا هذه المرة، وأعتقد أنه يميل إلى خلق تفاهم مع الولايات المتحدة في هذه الحقبة دون أن يكترث كثيرا، رغم أنه واقعيا موجود بفضل اختيار هذه الميليشيات الولائية، لكنه يحمل رسالة مختلفة الآن. نعم. هذه المرة لا أعلم هل هي مجرد تودد إلى الجانب الأمريكي والقول لهم بأنه على استعداد للوصول إلى تفاهم بشأن تفاهم بعيد المدى بشأن تواجد الأمريكي والأجندة الأمريكية في العراق واتجاه إيران، أم لا؟ هذا ما ستجيب عليه الأيام القادمة. شكرا لك ضيفنا من أربيل الدكتور سرابست نبي، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويا. شكرا لضيفنا من واشنطن الدبلوماسي السابق والباحث في مركز أبحاث الدراسات الدولية بواشنطن بسام برابندي. وشكرا لضيفنا من بيروت الدكتور رائف خوري، أستاذ محاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية. شكرا لكم ضيوف الكرام. نذهب إلى فاصل، من بعده نتابع. ماذا تقول جمعية شيربا للحدث؟ ولماذا رفعت دعوى على ميقاتي؟ تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ أبوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عجار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي، مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى. ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة، كنا دائما في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. أهلا
أهلا بكم من جديد ضمن خاص الحدث. نفتح ملفا من باريس على علاقة برئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، تهم بالفساد وغسل الأموال تلاحقه بعد دعاوى تقدم لبنانيون بها فقدوا ودائعهم بالمصارف بالاشتراك مع جمعية شيربا الشهيرة. ضمن خاص الحدث نسلط الضوء على هذه القضية ونقابل رئيس الجمعية المحامي بوغدو. في المقابل نفى ميقاتي تلك التهم مؤكدا التزامه وعائلته بالقوانين على حد قوله. عزيز سليمان فرنسي من أصل لبناني يعيش هنا منذ 40 عاما، فقد جنى عمره عندما باع منزله في باريس قبل سنوات وأرسل ثمنه إلى مصرف لبناني فضاع الثمن وفوقه وديعة مصرفية قديمة. أسس مع آخرين تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان. انطلقنا لا نعمل جهدنا، نحاسب المسؤولين عن الأزمة، نحاسب اللي اختلسوا الأموال، اللي دوروا الأموال، واللي احتالوا على اللبنانية وعلى رزق اللبنانية، ونقدر بواسطة القانون نرجع الحق إلى لبنان ككل. التجمع الذي يترأسه عزيز قدم في باريس شكوى مشتركة مع جمعية شيربا الفرنسية لمكافحة الفساد ضد رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي وشقيقه طه بتهمة غسل الأموال، وهو ما ينفيه ميقاتي بشدة متحدثا عن حملة للتشهير به. مؤسس شيربا المحامي الشهير ويليام بوغدون تحدث لنا عن إعداد ملف موثق يدعم الشكوى أمام النيابة العامة المالية. نحن نعمل هنا بطريقة دقيقة ومهنية جدا، ليس من عادتنا تقديم شكوى إذا لم تكن مستندة إلى توثيق جدي. عندما تكون هناك شخصية عامة يجب أن تكون مثالا يحتذى به، لكن أن تستغل المداخيل الضريبية وتنشئ حسابات سرية فهذا يعني أنها لم تحترم التزاماتها الضريبية بطريقة نموذجية منذ البداية. اتصلنا بالمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني فذكر ببيانه الصادر مؤخرا والذي جاء فيه أن ما يملكه وعائلته جاء من أرباح شركاتهما التي تلتزم بالقوانين المرعية والمبادئ الأخلاقية. تقول مصادر قضائية هنا أنه في حال تحولت الشكوى ضد ميقاتي إلى تحقيق قضائي فأن الأمور قد تصل إلى حد وضع اليد على أموال وأملاك المدعى عليهم إذا تضمن الملف عناصر تدينهم بالفساد. فيما ينفي رئيس وزراء لبنان أي مخالفة للقانون مؤكدا أن كل أمواله وأموال عائلته جاءت من أرباح شركاتهما. تتحدث جمعية شيربا لمكافحة الفساد عن استفادة عائلة ميقاتي من جنات ضريبية نقلت أموالها إليها، وبين المتهمين والمتهمين تبقى الكلمة الفصل للقضاء الفرنسي في حال قرر قبول الشكوى والشروع في التحقيق كما كان فعل مع رياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي. سين قنايبر، الحدث، باريس. ومن باريس معنا لمناقشة هذا الموضوع المحلل السياسي أسامة حريري. مساء الخير أستاذ أسامة، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث. أولا مع حضرتك نبدأ حتى يعني نفهم أهمية شركة شيربا، ويعني إلى أي مدى فعليا اليوم أي تقرير سيأتي من شيربا يمكن استخدامه قانونيا بشكل حاسم؟ نعم، مساء الخير لكم المشاهدين الكرام. يعني جمعية شيربا ومنظمة شيربا الغير الحكومية هي أسست من قبل ويليام بوغدون الذي أجريت معه المقابلة، وهو محام مخضرم في فرنسا معروف حتى على الساحة الدولية. ويليام بوغدون معروف بدفاعه عن كل المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، معروف بدفاعه عن الأجانب أو المهاجرين في أوروبا، معروف أيضا بدفاعه عن أو بالأحرى بمهاجمته وبرفعه دعاوى قضائية على مجرمي حرب قاموا بجرائم ضد الإنسانية إن في رواندا أو حتى في صربيا. بالتالي ويليام بوغدون القضايا التي يستلمها عادة ما تكون قضايا شائكة جدا وأحيانا تعطي نتيجة، وشهدنا ذلك مع رياض سلامة.
كانت أيضا جمعية منظمة شربة قامت بالدعوة ضد رياض سلامي ونجح، يعني يمكننا القول أن كان هناك نوع من النجاح من خلال إجبار أو من خلال دفع القضاء الفرنسي إلى فتح تحقيق. واليوم أموال رياض سلامي مجمدة في فرنسا، أصوله مجمدة، عقاراته حتى الآن صدرت أو بمعنى آخر هي مجمدة، وصدرت حتى أيضا مذكرة إيقاف أصدرتها فرنسا بحق رياض سلامي الذي يوجد حاليا في لبنان. وأيضا منظمة شربة من خلال هذه المبادرة التي قامت بها أجبرت أيضا السلطات اللبنانية على فتح تحقيق مع رياض سلامي. بالتالي المسألة جدية جدا بالنسبة لنجيب ميقاتي. طبعا نجيب ميقاتي حاليا يشغل منصب رئيس الوزراء أو رئيس وزراء في حكومة تصريف الأعمال. الأمر ليس مشابه 100% لما حدث مع رياض سلامي الذي كان في نهاية ولايته وكان ربما قد قام بمهمته خلال السنوات الماضية وانتهت مدة صلاحيته كما يقال يعني. ولكن اليوم نجيب ميقاتي هو رئيس وزراء، اليوم نجيب ميقاتي يقابل زعماء العالم، فإذا الوضع مختلف، المسألة معقدة أكثر وربما يكون لها تداعيات أيضا أكبر بكثير من مسألة رياض سلامي الذي ربما قبل الحديث عن التداعيات في سن التقاعد. بالفعل، بس قبل الحديث عن تداعيات على لبنان وعلى صورة لبنان أمام الدول الأخرى، نسأل عن تداعياتها على رئيس الوزراء، لأنه فعليا إذا تم إثبات كل هذه التهم وتم استصدار قرار قضائي بهذه التهم، هذا ماذا سيعني بالنسبة لرئيس حكومة يفترض لديه حصانة ويعني ما زال بمنصبه حتى ولو كان بحكومة تصريف أعمال؟ يعني هذه ليست المرة الأولى التي يخضع يعني نجيب ميقاتي أو التي ترفع دعوة ضد نجيب ميقاتي. رفعت دعوة ضده عام 2019 إبان الاحتجاجات في لبنان، قامت عندها القاضية غادة عون النائبة العامة للاستئناف، قامت برفع دعوة بما بات يعرف بمسألة القروض المصرفية. بعدها عام 2021 ظهر اسم نجيب ميقاتي في مسألة باندورا بيبرز أو في وثائق باندورا التي وهي سلسلة وثائق سربت من خلال صحفيين استقصائيين واتهموا بها عدة رجال أعمال وقادة حول العالم بالاختلاس الضريبي وتهرب الضريبي وأيضا الاحتيال. ما قد يواجهه نجيب ميقاتي هو ما واجهه أيضا رياض سلامي، من ناحية ربما تكون هناك دعوة إلى رياض سلامي لكي يأتي إلى فرنسا إلى باريس لكي يتم استجوابه، وعندها ربما سيكون هناك ربما قرارات مشابهة لما جرى لرياض سلامي من ناحية تجميد الأصول ومن ناحية مصادرة الأموال. لكن كما قلت الوضع هنا معقد أكثر، لأنه يشغل منصب رئيس حكومة حتى ولو كانت رئيسة حكومة يعني رئيس حكومة تصريف أعمال، لكن ليس بمنصب رياض سلامي. وهنا يمكن أيضا أن نطرح السؤال، هل هناك فعلا رغبة سياسية هنا في فرنسا نوعا ما؟ حتى ولو كانت فرنسا تتمتع بفصل السلطات، هناك مبدأ فصل السلطات، لكن هل هناك فعلا ستكون ربما ضغوط سياسية في فرنسا لكي لا يحدث السيناريو ذاته لما حدث لرياض سلامي، نسبة أن نجيب ميقاتي هو رئيس حكومة؟ لكن في نفس الوقت يمكننا أن نقول أيضا أن هذه ربما يعني من وجهة نظر ثانية قد تكون وسيلة ضغط تضغط بها المجتمع الدولي أو الدول الغربية، تضغط أكثر على لبنان، وهو مطالب لبنان اليوم بإصلاحات، يعني يقوم بإصلاحات جذرية، إصلاحات مالية، إصلاحات في كل مفاصل الدولة. ربما أيضا ستكون نوع من وسيلة الضغط على الدولة اللبنانية لكي تسرع في هذه الإصلاحات أو لكي تقوم بنوع من التغيير لمصلحة الشعب اللبناني. من هنا يعني نعود لسؤال صورة لبنان أمام المجتمع الدولي، لا سيما بظل الظروف التي يمر فيها البلد، بحال فعلا إمكانية إدانة رئيس حكومته. هم فقط دائما نشير إلى أنه مكتب ميقاتي نفى كل هذه التهم الموجهة لهم له ولعائلته. من المثير جدا للاهتمام أن نرى بيان البيان الذي صدر عن مكتب نجيب ميقاتي. هذا البيان ربما عام 2019 في ما ذكرته سابقا عن استدعائه في لبنان للتحقيق، قال عندها أنا أثق بشكل تام بالقضاء اللبناني. ونحن نعرف جيدا ولا يخفى على عقل أن ليس هناك مبدأ فصل السلطات في لبنان. اليوم في البيان الذي صدر عن نجيب ميقاتي نوع ما مختلف، لم يقل أنا أثق في القضاء. بالتالي يعني يمكننا القول اليوم أن يعني نجيب أو صورة لبنان يعني
الحديث عن صورة لبنان نوعا ما، صورة لبنان في الخارج أصلا هي صورة يعني سيئة جدا. هناك جميع المستثمرين تركوا لبنان بسبب الفساد وبسبب الفساد المستشري، ولا يخفى أيضا على عاقل أن كل هذا الانهيار الاقتصادي في لبنان اليوم سببه هو هذا الاختناء غير الشرعي، سببه هو الفساد، سببه هو زعماء أو طبقة سياسية تمتلك مليارات الدولارات في الخارج. ويجب هنا أن نذكر بأن ثروة عائلة ميقاتي قدرت بحسب مجلة فوربس ب 2.8 مليار دولار، في حين يقبع الشعب اللبناني تحت خط الفقر اليوم. بالتالي يعني يمكننا القول اليوم أن نجيب ميقاتي طبعا في موقف صعب، ستؤثر عليه، ستؤثر على عمله السياسي، ولكن في نهاية المطاف هو يتمتع بنوع من الحصانة، وفي نهاية المطاف لبنان يعني ما شهدناه هو دائما الإفلات، مسألة الإفلات من العقاب. وعوضا عن ذلك يجب أن لا ننسى أن لبنان ربما أصبح نوعا ما ملاذا أيضا لكل الذين يهربون من العدالة الدولية. لا ننسى هنا مثلا حالة كارلوس غوسون الموجود حاليا في لبنان، أو حتى أيضا رياض سلامي كما ذكرت سابقا. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. معنا من باريس المحلل السياسي أسامة حريري. في أستراليا قتلت الشرطة منفذ عملية طعن في المركز التجاري في سيدني بعد أن قتل 5 أشخاص في هذه العملية بينهم طفل، ولم تحدد الشرطة الأسترالية هوية الفاعل حتى اللحظة، ولم تصنف حادثة الطعن على أنها إرهابية أو حتى مجرد هجوم فردي. يذكر أن المنطقة التي يقع فيها مركز ويستفيلد بوندي جونكشن منطقة مكتظة جدا، وأغلب سكانها من اليهود. وفي روسيا العديد من سكان مدينة أورنبرغ الروسية تحصنوا في بيوتهم هربا من الفيضانات التي غمرت أكثر من 12,000 منزل بعد تسجيل ارتفاع قياسي لمنسوب المياه في نهر الأورال. كاتيا طعمة والتفاصيل. على أمل ألا تصل المياه إليهم، بقي العديد من سكان مدينة أورنبورغ في منازلهم التي غرقت تحت أنظارهم نتيجة الفيضانات التي غمرت نحو 12,000 منزل في المناطق المتاخمة لنهر الأورال. وصل الفيضان إلى هنا، لم نتوقع أن يكون كبيرا هكذا، استطعنا رفع بعض الأشياء إلى الطابق العلوي. بشكل مفاجئ وصلت مياه الفيضانات إلى هنا، كنا قد أخرجنا الأطفال أولا وأمي، والآن أجلينا ابني، لكن زوجي بقي في المنزل. كارثة طبيعية تشل الحياة في المدينة وتقلب رأسها على عقب، رغم انتشار عمال الإنقاذ في كل مكان لإخراج من علق في المنازل بعد إجلاء 1531 شخصاً. نعمل منذ الأربعاء الماضي، قمنا بإجلاء منطقة كراسنا خول القريبة من هنا، ثم ساعدنا في إجلاء السكان في أورسك، ونعمل هنا منذ يومين في قرية كوزنيتشني بمدينة أورنبورغ. العمل كثير هنا، أنقذنا 300 شخص، ومن بعدها لم أتابع عدد الأشخاص الذين أنقذناهم. قرية فيسيليا أيضا قرية متاخمة لمدينة أورنبورغ التي اجتاحتها المياه كما ترون، بدأت تغمرها بشكل تدريجي، وخلال ساعتين كما تحدث أحد المواطنين سكان القرية أن هذه المياه وصلت إلى هذا المنسوب خلال ساعتين. جميع السكان غادروا منازلهم خوفا من أن المياه ستغمر الطابق الأول. كانت تعمل القناتي العربية والحدث أورنبورغ. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام الساعة الأولى من الأخبار الليلة، دقائق قليلة ونفتح ملفات الساعة الثانية. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. We'll be right back.
أوجاعهم أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاماً بأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقاً في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. خلف عناوين الأخبار الكبيرة انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل. أحداث صامتة، غائبة أو مغيبة، مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثاً لم ترها البشرية من قبل، أخباراً غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصاً وحكاية. احنا اليوم في نكلة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف، أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة
هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ أكثر من 22 مليون متابع، وما يقارب 475 مليون مشاهدة، ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. الآن الأخبار الليلة من الحدث. أهلا بكم في الساعة الثانية من الأخبار الليلة، وهذا تذكير بأهم الملفات. هل ظهر الرد المنتظر من قبل إيران؟ كيف ستعيد إسرائيل إيران للعصر الحجري كما تقول؟ ماذا في حقيبة السودان إلى واشنطن ومقابلة خاصة مع الجمعية الفرنسية التي رفعت دعوى فساد على ميقاتي؟ إذن نجيب عن كل هذه الأسئلة، ولكن نعود لنذكر بالعناوين. هل ظهر الرد المنتظر؟ إيران ترد باختطاف سفينة تجارية، وإسرائيل تتوعدها بصد ورد إذا صعدت. تل أبيب تطالب الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وتلوح بإعادة إيران للعصر الحجري. في حقيبة السودان إلى واشنطن ظرف دقيق، وتساؤلات حول دور العراق في لعب دور بإخماد نيران المنطقة. غزة تحت القصف الإسرائيلي، والضفة الغربية تحت هجوم المستوطنين بعد مقتل أحدهم. ضمن خاص الحدث فتحنا ملف دعوى فساد وإثراء غير مشروع ضد رئيس حكومة لبنان، وعرضنا مقابلة خاصة مع جمعية شيربا الشهيرة بكشف هذه الملفات. حذر الجيش الإسرائيلي إيران من أنها ستتحمل مغبة أي تصعيد للنزاع في المنطقة عقب إعلان طهران الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في الخليج. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في بيان إن إيران ستتحمل تبعات خيار تصعيد الوضع بشكل أكبر. إيران funds, trains and arms terror proxies across the Middle East and beyond. إيران تمول وتدرب وتسلح وكلاء الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. إن شبكتها الإرهابية لا تهدد سكان إسرائيل وغزة ولبنان وسوريا فحسب، فالنظام في إيران يغذي الحرب في أوكرانيا وخارجها. ستتحمل إيران عواقب اختيارها تصعيد الوضع أكثر. نحن في أهبة الاستعداد وفي حالة تأهب قصوى. لقد قمنا بزيادة استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر، ونحن أيضا على استعداد للرد. تباينت آراء الشارع الإسرائيلي بين من يعتبر التصعيد أمرا لا مفر منه ويجب التعامل مع تداعياته، ومن يفضل الجلوس إلى طاولة المفاوضات. التهديد يؤثر قليلا ولكن ليس بمستوى الخوف اليومي وما إلى ذلك. كمواطنين في شمال البلاد كان هناك بعض التغير في روتين الحياة منذ بداية الحرب، لكن ليس بالتغيير الكبير. مع ذلك نحاول الاستمرار في الحياة العادية والمحافظة على الروتين اليومي. أنا أشعر بالخوف، وأعتقد أن الجميع يشعرون بالخوف، لكن هذا ليس سبباً لنغادر أو نهرب. الطقس جميل اليوم ونحن خرجنا مع الأطفال للتنزه. هذه الحرب الغبية التي أسميها بحرب الانتقام،
الحل هو سياسي. أنا ليس لدي جزء من هذه الاحتفالية الدائرة. لدي ابنة مصابة في رجلها من الحرب، وابني الآخر أنهى خدمة الاحتياط للمرة الثانية. لا أشارك هذا الشعب الأحمق وكل هذا المهرجان المقزز. يجب على الجميع أن يجلسوا ويتحدثوا والاستمرار في ذلك حتى الوصول إلى السلام. العرب لديهم كل الأفضليات الإيجابية، واليهود والغرب أيضا لديهم إيجابيات. إذا جلسوا وتحدثوا واتفقوا ممكن أن يصلوا بعيدا. أنا لا أخشى ولا أخاف، الروتين الحياتي مستمر كالعادة. أنا أستاذ ونحن هنا لكي نستمر، ولا نشعر بالخوف ولا نهاب من هذه التهديدات. أعتقد أن هذه التهديدات موجودة بزخم في الإعلام أكثر من ما هي موجودة في الشارع. وعلى جبهة لبنان، أفاد مراسل حدث بانفجار مسيرتين وسقوط 3 صواريخ في الجليل الغربي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط 3 قذائف في مناطق مفتوحة شمال إسرائيل أطلقت من لبنان. هذا وقصف الجيش الإسرائيلي سلسلة أهداف تابعة لحزب الله جنوبي لبنان، واستهدف القصف مجمعات عسكرية لحزب الله في منطقتي بيت ليف والعديسة. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على الطيبة وإخراج حولة بالجنوب اللبناني. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان سابق إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من احتمال تسلل طائرة مسيرة في شمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية. لك يا زلمي لك، اسمع اسمع الحربي بدي يغير الغار. لك طلعت طلعت طلعت. أفاد مراسل حدث بتعزيز إسرائيل لقواتها في الضفة الغربية على وقع التصعيد والمواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين. وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي من الانتقام بعد مقتل فتى إسرائيلي في الضفة الغربية. وكانت تل أبيب أعلنت العثور على فتى يعيش في مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية مقتولا بعد عملية بحث عنه، فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه جريمة شنيعة. وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت بأن أكثر من 1500 مستوطن شنوا تحت حماية القوات الإسرائيلية هجوما واسعا على بلدة المغير شمال رام الله، قتل فيه فلسطيني وأصيب 18 آخرون، كما تم إحراق أكثر من 40 منزلا ومركبة. وفي هجوم آخر أصيب 5 فلسطينيين على يد مستوطنين في قرية أبو فلاح شمال شرقي رام الله. كما أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على اقتحام عدة قرى في جنين ومناطق في مدينة قلقيلية وبلدة إدنا في الخليل. بعد هالمستوطنين طلعوا على الشكة هاي غربية البلد شوي من هنا، وبعدين اجوا من عند الشارع، وبعدين بلش يطخوا عن جنبه طرف وهجموا على الدور ويحرقوا سيارات. بعد العصر كان هجم، لا في صلاة الظهر صاروا ينهوا في جوامع يفزعوا، فزعوا ناس عن فاضي بيكونوا هي بجزء شهيدين ما حدا يعرف طول أطرف دار. حاصروا المستوطنين من كل الاتجاهات، هذا من الغرب ومن الشرق،
ومن الشكة الشمالية، فحاصروا البيت. كان في عنده حوالي 120 راس نعاج وغنم، وضربوا عليها قنابل حاركة جوا وأطلعوهن، وحاول يطلع فيهن يسحب من هان باتجاه الكرية. لحقوا حوالي 20 أو 30 مستوطن يتجمعوا عليه وتشصروا، وظلوا يذكتلوا فيه تفقد الوعي وتشصروا الجمجمة، وهي هلكيت في الإنعاش يعني الرجال. والغنم أخذوهن وانسحبوا فيهن على المعسكر. هاي أبو علي حدا؟ نعم. هاي أبو علي رضعت إلي. يا سادك وهلا بتجد صاروا تجمع المستوطنين حول البيت، جمعوا تقريبا 1500 مستوطن مع الجيش، يعني الجيش في حراسه حواليهم، والمستوطنين ثلثين مسلحين. احنا طلعنا على الحيط ظهر سطح البيت لان بدنا ندافع عن حالنا في النهايه، يعني في شي الاحوال يعني. فبادروا هم بلشوا يضربون في غاز اول شيء الجيش، بعدين المستوطنين صاروا يطخوا علينا، صرنا نضرب عليهم حجاب من نواجه من يعني نصدهم عنا، لكن للاسف يعني عددهم هائل جدا. كل هذه التطورات والتفاصيل حولها نتابعها مع زملائنا الذين ينضمون إلينا الآن من القدس، مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، من رام الله مراسل الحدث فلاح نصير، من رفح جنوب قطاع غزة مراسل الحدث أحمد حرب، ومن جنوب لبنان مراسل الحدث محمود شكر. مساء الخير لكم جميعا. قبل أن ندخل بتفاصيل ما يحدث الآن بالضفة، زياد معك نفصل كثير من الأخبار العاجلة التي ترد تباعا، سواء عن إجراءات جديدة مرتقبة بإسرائيل غدا، وقف التعليم، منع التجمعات، إلى جانب كذلك استعدادات عسكرية. ما الذي يحدث فعليا؟ بدون شك أعتذر أنني بهذا الشكل لأن هناك مشكلة تقنية مع الهاتف، ولكن في كل الأحوال هناك تطور دراماتيكي هذه الليلة. الجيش الإسرائيلي أعلن بأنه لن يكون أي نشاطات تربوية وتعليمية في إسرائيل بدءا من الساعة 11 ليلا وحتى صباح الغد، سيتم الإعلان مجددا حول هذا الموضوع، ويمنع التجمع لأكثر من 1000 شخص في إسرائيل طوال هذه الساعات. هذا يدلل على أحد أمرين، إما أن إسرائيل لديها معلومات استخباراتية بأن إيران قد تبدأ الهجوم في الساعات القليلة المقبلة على أهداف عسكرية في الأساس إسرائيلية، ولم يتضح بعد إن كان مباشرة من إيران أو من الجغرافيا الأقرب لإسرائيل، أو أنها إجراءات احترازية واحتياطية منعا لأي مفاجآت قد تحدث في هذا المضمار. يعني بالفعل سؤال كبير الآن موجود، ما إذا كانت كان هذا السيناريو أو ذاك. سأعود إليك بس سأذهب إلى فالح كذلك بالوضع الآن بالضفة. فالح، مع كل التطورات التي نقلناها حول ما حصل بالمغير وسواه. نعم لارا، عاد الهدوء الهش والحذر النسبي إلى كافة المناطق التي هاجمتها مجموعات المستوطنين اليوم في الضفة الغربية وتحديدا في شمال شرق مدينة رام الله. نتحدث عن قرية المغير وقرية أبو فلاح وترمس عيا وسنجل وبيتين. اليوم أكثر من 1500 مستوطن هاجموا هذه القرى، هناك أكثر من 30 إصابة بالضفة الغربية برصاص المستوطنين أو قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت تساندهم وتوفر الحماية لهم، علاوة على الذين أصيبوا بكسور أو جراء الاعتداء عليهم بالضرب من قبل القوات الإسرائيلية، إحراق لعدد من المركبات والمنازل، وتحديدا في قرية المغير التي قتل فيها أيضا الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا بالأمس، واليوم جرى تشييع جثمانه بالإضافة إلى 30 إصابة أيضا بالأمس. اليوم الاعتداء كان الأكبر على قريتي المغير وأبو فلاح في ذات المنطقة بعد الإعلان عن نبأ العثور على جثة المستوطن الإسرائيلي. التقارير الإسرائيلية تشي بأنه قتل ما بين الساعة 8 و9 صباحا من صباح الأمس حسب التوقيت المحلي، وقتل جراء الاعتداء عليه من قبل 2 إلى 3 فلسطينيين. الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية.
الغربية مع تزايد هجمات المستوطنين. وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قال إن هذه الهجمات من قبل المستوطنين تعطل عمل الجيش في ملاحقة الذين قاموا بتنفيذ هذه العملية هناك. نعم. أيضا كان اعتداء كبير على قرية دوما جنوب مدينة نابلس التي جرى إحراق عدد من المنازل والمركبات بها، بالإضافة إلى إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين. كان هناك دعوات من قبل مجموعات المستوطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للخروج واقتحام القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية ومهاجمة المركبات الفلسطينية التي تسلك الشوارع والطرق المشتركة ما بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين. هناك سجل حافل لمجموعات المستوطنين في الاعتداء ومهاجمة القرى والبلدات الفلسطينية، مما يعيد إلى الأذهان ما جرى عام 2015 بإحراق عائلة دوابشة في قرية دوما، وكذلك إحراق الطفل محمد أبو خضير في حي شعفاط بمدينة القدس. القوى الوطنية الفلسطينية دعت لتشكيل لجان حراسة ليلية لحماية القرى والبلدات من هجمات المستوطنين، وكان هناك إدارة رح أرجع لنقطة السياسي الفلسطيني من قبل رئيس الحكومة. لجان الحراسة الليلية سنعود إليها للمزيد من التفاصيل، بس حتى أيضا نفهم الوضع على الجبهات الآن. أحمد، معك نتابع الوضع بغزة برفح وبالمناطق الأخرى، كان يوم طويل من القصف. بكل تأكيد لارا، القصف الإسرائيلي لا زال متواصل. نبدأ من الغارة في رفح، قبل دقائق كانت هناك غارة على الحدود المصرية مع قطاع غزة من قبل طائرة إسرائيلية نفذتها قبل قليل، ولكن التركيز الأكبر هو الآن في المناطق الوسطى في شمال غرب مخيم النصيرات. لا زالت العملية العسكرية مستمرة متواصلة، الدبابات الإسرائيلية تقوم بقصف المنازل والأراضي الزراعية الفارغة في منطقة المغراقة ومدينة الزهرة ومدينة الأسرى. الاشتباكات أيضا في هذه المناطق لا تتوقف، حتى هذه اللحظة هناك اشتباكات متواصلة. عملية نسف المنازل. أحمد، طيب يبدو أنه في مشكلة بالاتصال مع أحمد، سأذهب إلى محمود بهذا الوقت حتى نتمكن من إصلاح المشكلة. محمود، جبهة لبنان كذلك كيف تبدو الآن بعد كل ما شاهدناه بالأمس والردود إلى اليوم؟ نعم، هي ساعة من الوقت المستقطب منذ حوالي الساعة 8 إلى 9، يمكن القول إلى أن الهدوء الحذر هو سيد الموقف، ولكن كان قد سبق ذلك عمليات قام بها حزب الله منذ 3 حتى 7، يمكن القول إلى أكثر من 7 عمليات كانت باتجاه المستوطنات أو أيضا باتجاه المواقع الإسرائيلية. حزب الله استعمل في هذه العمليات إما الطائرات المسيرة الانقضاضية كما حصل في حانيتا وفي المواقع حرج حنيطة، بالإضافة أيضا إلى القصف المدفعي من الهاون وخاصة في مواقع الراهب وبرانيتا وثكنة شتولة، وأيضا بالإضافة إلى موقع رويسات العلم في كفر شوبة. أما من الجهة الإسرائيلية فتركزت أيضا الغارات على 3 نقاط جغرافية، بدأت مع ساعات الصباح واستمرت حتى الظهر وتقريبا امتدت إلى حين الغروب، وتفرقت ما بين جبل الريحان مع الساعة 6:30 صباحا، وهي المنطقة المعروفة تاريخيا بالمعسكرات القديمة لحزب الله في منطقة النبطية وأقليم التفاح. ثم بعد ذلك تركز القصف ظهرا على مثلث الطيبي العديسي وأيضا مركبة. أما آخر هذه الغارات فكانت في منطقة بيت ليف بالإضافة إلى جبل بلاط. آخر ما شاهدناه هو سقوط هطلة من قذائف المدفعية 155 وتحديدا في خراج بلدة عيتا الشعب. طيب نحن الآن ننقل عن إعلام إسرائيلي يقول أنه التقديرات تشير إلى أن الرد الإيراني سوف يكون خلال الساعات القادمة. إذن مشاهدينا ننقل هذه الأخبار العاجلة أسفل الشاشة عن إعلام إسرائيلي يقول أنه تقديرات تشير إلى أن الرد الإيراني سيكون خلال الساعات المقبلة.
عودة إلى زياد بهذه النقطة. زياد، يعني في تقديرات إسرائيلية، في تحضيرات كما قلت أنت إسرائيلية، ولكن يعني إذا ما كانت فعليا هي فقط إجراءات احترازية، هل سبق لإسرائيل أن ذهبت إلى هكذا إجراءات في أوقات سابقة؟ بدون أدنى شك لارا، في حالة الحرب هذه إجراءات متبعة، وفي بداية هذه الحرب إسرائيل دأبت على هذا الموضوع، لكن الأمر يختلف باعتقادي هذه الليلة، ولهذا قلت في البداية إنه قد يكون أحد أمرين، إما معلومات استخباراتية بأن الرد حتى منتصف هذه الليلة قد يكون، أو إنها إجراءات احترازية. في كل الأحوال إسرائيل في حالة استنفار قصوى، سلاح الجو الإسرائيلي لا يبرح السماء في كل المناطق في الشمال وفي أقصى الجنوب كذلك، لأن المقاتلات لديها قدرة على إسقاط المسيرات، ولهذا هي في الأجواء طوال الوقت تقريبا. السؤال الكبير بدون أدنى شك بالنسبة للإسرائيليين هو ليس آلية الرد الإيرانية، بمعنى أي صواريخ ستأتي وأي مسيرات ستأتي، وإنما من أين، هذا هو السؤال، لأنه عمليا قد يكسر نوع من المعادلة التي دامت 40 سنة بين إيران وإسرائيل، وهي الحرب السرية وليست المباشرة، بمعنى إيران لا تطلق الصواريخ من أراضيها تجاه إسرائيل، والعكس صحيح. وقد تكون هذه المرة الأولى منذ حرب الخليج والعراق عندما أطلق على إسرائيل 40 صاروخا باليستيا، قد تكون المرة الأولى منذ ذلك الحين عمليا، ولهذا الأمر يبدو لافتا. وإن كان هناك ترجيحات أيضا لدى الإسرائيليين بأنه قد لا يحدث بالضرورة أن تنطلق هذه الصواريخ والمسيرات من الأراضي الإيرانية، وإنما قد يحدث من العراق، اليمن، سوريا، تلك معادلة مختلفة كليا، لن تؤدي في تلك الحالة إلى تصعيد نوعي كبير، ربما إلى يوم أو يومين من الغارات الإسرائيلية على مواقع مفترضة لإيران في تلك الدول وما إلى ذلك. طيب فالح، معك نتابع حتى يعني إذا كان في أي ردود فعل أو أصلا تعاطي فلسطيني بالضفة مع أي إمكانيات رد ورد مضاد وتصعيد بهذا الإطار على الصعيد الإقليمي، بس أيضا تفصيل منك كمان على موضوع اللجان، لجان الحراسة التي تم تشكيلها، الحراسة الليلية، من تشمل ويعني كيف يمكن وصفها؟ نعم لارا، كان هناك إدانة من قبل الحكومة الفلسطينية، كان هناك دعوة من قبل الحكومة لأهالي القرى المجاورة لمساندة القرى المستهدفة التي تتعرض لهجمات متواصلة من قبل المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي. القوى الوطنية دعت لتشكيل لجان حراسة ليلية وحماية للقرى، قطع إغلاق مداخل القرى. هذا يعني الإجراء يأتي لمنع دخول المستوطنين بالمركبات أو للآليات العسكرية الإسرائيلية التي توفر الحماية والمساندة لمجموعات المستوطنين. لكن بالحقيقة حتى وإن جرى تشكيل لجان حراسة من قبل الفلسطينيين فإنهم لا يحملون السلاح، والمستوطنون دائما يحملون الأسلحة ولا يترددون بالضغط على الزناد وإطلاق النار. وقد جرى في حالات سابقة بأن عدد من الفلسطينيين قتلوا برصاص ونيران المستوطنين، وإن كانت الضفة الغربية بدأت هادئة نسبيا خلال الآونة الأخيرة، واقتصرت فقط على الاقتحامات اليومية وحملات الاعتقال لقوات الجيش الإسرائيلي، إلا أن هجمات المستوطنين خلال 48 ساعة دقت ناقوس الخطر بأن هناك ربما مخطط مبيت، وبأن هذه مقدمة لما هو آتي للمشهد المقبل الذي قد يتقدم به المستوطنون المشهد في ظل الدعم الذي يحظون به من عدد من أقطاب الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم سموتريتش وبني غفير، علاوة على أن الاستيطان تضاعف بعد 7 أكتوبر. نعم أحمد، معك نعود لمتابعة الأوضاع داخل القطاع بعد أن كان الاتصال معك انقطع، تفضل. نعم لارا، احنا كنا نتحدث عن المناطق الوسطى وخاصة مخيم النصيرات، لازالت العملية العسكرية في هذا المخيم أو على مشارف هذا المخيم متواصلة، هناك قصف من المدفعية الإسرائيلية،
الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منازل في الساعات الماضية، أصوات الاشتباكات لا تتوقف بين عناصر حماس والفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتمركزة في هذه المناطق، خاصة منطقة المغراقة ومدينة الزهرة. هذا بالتزامن يأتي مع قصف لمناطق متفرقة من القطاع، خاصة في مدينة غزة في الجنوب، منها حي الزيتون وحي تل الهوى، وفي الشرق حي الشجاعية لازالت هناك قصف من المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف على هذه الأحياء. المناطق الشمالية أيضا مخيم جبالية يتعرض أيضا إلى قصف مكثف من المدفعية الإسرائيلية في شرق هذا المخيم، بالإضافة أيضا إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا في الساعات الماضية في مخيم جباليا، أسفر عن عدد من الضحايا والإصابات. وبالتالي العمليات والقصف والاستهدافات لا زالت مستمرة في كل مناطق القطاع، ولكن الجيش الإسرائيلي الآن يركز في عمليات عسكرية في وسط القطاع، ولربما تمتد إلى مخيمات أخرى خاصة دير البلح وفي وسط القطاع. أيضا الجيش الإسرائيلي يتحدث عن خوض عملية عسكرية في هذا المخيم خلال الأسابيع القادمة، وبالتالي ربما يكون ذلك تحضيرا لعملية برية في الأسابيع أيضا القادمة لمدينة رفح. محمود، لبنانيا كيف يتم التعاطي مع إمكانية أن يكون هناك مزيد من الرد أو أي رد أصلا عبر الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل؟ إذا ذهبنا إلى التصريحات السياسية، إن كان على المستوى السياسي في الحكومة اللبنانية أو أيضا الأحزاب، لا نجد أي نقطة في هذا الشأن، ما عدا الكلام الذي تحدث به الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله منذ حوالي أسبوع، وقال يجب على الكل أن يتحضر ويرتب نفسه ويتجهز ويحتاط بعد الرد الإيراني، وكانت كلمة توقف عندها المراقبون بالقول إلى أنه يجب على الكل أن يحتاط. أما بالنسبة إلى الحكومة اللبنانية، إن كان هناك ذلك من موقف سياسي لها عبر الواقع الإداري أو أيضا الواقع السياسي، هذه مسألة مستبعدة وليس عندها أي قدرة. ولكن اللافت أيضا كان منذ حوالي الساعة الذي خرج عن السفارة الأمريكية في بيروت، والتي دعت رعاياها إلى أخذ الحيطة والحذر، وقالت عبر بيان إلى أنه يجب متابعة التطورات للرعاية في لبنان، ونصحتهم أو توجهت إليهم بعدم الذهاب إلى المنطقة الحدودية هنا ما بين لبنان وإسرائيل، وأيضا على الحدود اللبنانية السورية، وأيضا على التجمعات. ولكن الذي يتوقف عنده جل من المراقبين السياسيين والإعلاميين والأطقم الإعلامية التي كانت بالأمس في العاصمة اللبنانية على استنفار طيلة الليل، ربطا بالتصاريح التي أشارت إلى عمليات القصف التي يمكن أو التي ستحصل في الساعات القادمة، هو أي مسار ستسلكه هذه الصواريخ من إيران فوق العراق فوق سوريا باتجاه الجولان، وهل أن ذلك سيؤثر على الحدود اللبنانية، وما هو العلاقة العسكرية الارتباط الميداني بالأرض ما بين العمليات التي يقوم بها حزب الله وبين هذه الضربة؟ شكرا لكم جميعا. من جنوب لبنان مراسل الحدث محمود شكر، من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، من رفح جنوب قطاع غزة مراسل الحدث أحمد حرب، ومن رام الله مراسل الحدث فالح نصير. شكرا جزيلا. إذن هل ظهر الرد المنتظر؟ طال الانتظار وعلى سقف التوقعات لتواكب سقف التصريحات، لكن يبدو أن التحرك رسى على اختطاف سفينة تجارية بعملية نفذتها قوات إيرانية في مضيق هرمز. في الإثر اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران بتنفيذ ما أسماه بعملية قرصنة في انتهاك للقانون الدولي بحسب قوله. كما دعا الوزير الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وفرض عقوبات على إيران. في تفاصيل ما جرى اليوم، فقد أعلنت شركة MCS Aries بأن سفينة برتغالية تعرضت لإنزال من هليكوبتر إيرانية وتم الاستيلاء على السفينة واختطافها، فيما حذرت إسرائيل إيران من أي تصعيد وبأنه على طهران تحمل تبعاته، وأكدت تل أبيب أنه ستتصدى وترد.
اختطاف السفينة نفذته قوات إيرانية من الجو في مضيق هرمز، ووفقا لمصادر الحدث فإن السفينة التي استولت عليها قوات إيرانية تجارية تحمل حاويات كانت متجهة إلى الهند وعلى متنها 20 بحارا فلبينيا. مصادر الحدث أكدت أن إيران اعتبرت اختطاف السفينة MCS Aries ردا على مقتل قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان. كما كشفت مصادرنا عن إطفاء إيران أجهزة التتبع الخاصة بسفينة التجسس التابعة لها في البحر الأحمر منذ 10 أيام. Hey, things up, don't come out. Hey, things up. Chopper, man. Better go to bridge. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة أعادت نشر مدمرتين في الشرق الأوسط وسط المخاوف من هجوم إيراني متوقع على إسرائيل. وبحسب الصحيفة الأمريكية فقد تضمنت الإجراءات الأمريكية إعادة انتشار مدمرتين كانت إحداهما موجودة بالفعل في المنطقة وتم إعادة توجيه الأخرى إلى هناك. ووفقا لوول ستريت جورنال فإن واحدة على الأقل من السفن مجهزة بالنظام إيجس المضاد للصواريخ. تأتي هذه التحركات الأمريكية بعدما نقلت وكالة CNN الأمريكية عن مصادر لها معلومات استخبارية لدى الولايات المتحدة تفيد بأن إيران حركت أصولاً عسكرية بما فيها طائرات مسيرة هجومية ومئات صواريخ كروز. وأشار مصدران من المخابرات الأمريكية لCNN إلى أن إيران ربما تستعد لمهاجمة أهداف إسرائيلية انطلاقاً من داخل أراضيها. وبحسب المعلومات الاستخبارية التي نشرتها CNN فإن الإيرانيين يريدون أن تكون الضربة الانتقامية على إسرائيل كبيرة، لكنهم يريدون أيضاً تجنب التورط في حرب مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة. Iran funds, trains and arms terror proxies across the Middle East and beyond. إيران تمول وتدرب وتسلح وكلاء الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. إن شبكتها الإرهابية لا تهدد سكان إسرائيل وغزة ولبنان وسوريا فحسب، فالنظام في إيران يغذي الحرب في أوكرانيا وخارجها. ستتحمل إيران عواقب اختيارها تصعيد الوضع أكثر. نحن في أهبة الاستعداد وفي حالة تأهب قصوى. لقد قمنا بزيادة استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر، ونحن أيضا على استعداد للرد. قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن قطع عطلته الأسبوعية والعودة إلى البيت الأبيض لإجراء مشاورات عاجلة مع فريقه للأمن القومي، وذلك بعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلات حاويات اعتبرت بأنها مرتبطة بإسرائيل. وقال فريق بايدن في رسالة للصحفيين إن الرئيس يعود إلى البيت الأبيض خلال الساعات المقبلة لاستشارة فريقه للأمن القومي في شأن تطورات في الشرق الأوسط دون الإدلاء بتفاصيل إضافية. قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون إنه ناقش مع الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس المخاوف المشتركة بشأن تهديدات إيران بمهاجمة إسرائيل. وقال الوزير البريطاني إن المزيد من التصعيد في المنطقة ليس في مصلحة أحد، مؤكدا عزم بلاده الاستمرار في العمل مع الشركاء لدعم الأمن الإقليمي. ومن دبي تنضم إلينا لمناقشة هذه التطورات رئيسة تحرير إنديبندنت فارسي كاميليا انتخابي فرد. أستاذة كاميليا مساء الخير لك، أهلا بك معنا دائما في الأخبار الليلة على شاشة الحدث. يعني بيظل الكل الآن يسأل ويترقب الرد الإيراني خاصة هذه الليلة مع كل المعطيات. السؤال يدور حول التعاطي الداخلي، ما هي المعطيات الآتية من داخل إيران حول فعلا هذا الرد وكيفية التنسيق داخليا بالنسبة إليه؟ أسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين، شكرا على الاستضافة. على مر الأيام الثلاثة الماضية فإن معظم الصحفيين والمحللين في المنطقة كانوا يتوقعون أن تقوم إيران بشن هجوم ضد مواقع إسرائيلية أو ضد بعض الكيانات الإسرائيلية، لكن الأمر لم يحدث حتى اللحظة. لا، ما نراه مع ذلك أن هناك
هناك مستوى مرتفع من التوتر في المنطقة، فإيران تعمل على حرب نفسية وتقوم بتحريك وكلائها لزيادة التوتر من أجل كسب المزيد من النقاط من الولايات المتحدة. أن النسخة الفارسية من إنديبندنت لديها معلومات حصرية تشير إلى أن وفدا رفيع المستوى من فريق الأمن القومي وفريق القدس كانوا قد حملوا رسالة إلى رئيس الوزراء السوداني لنقلها إلى الرئيس بايدن. كما يعلم الجميع أن السيد السوداني بطريقه إلى واشنطن وكان قد غادر العراق قبل بضع ساعات، وكذلك نعلم أن السيد بايدن كان قد قطع إجازته وعاد إلى البيت الأبيض للاجتماع مع فريق الأمن القومي. أعتقد أن هذا الانتقام القاسي الذي يتحدث عنه الإيرانيون سوف يتوقف على ردود الأفعال الأمريكية، وإذا ما كانت تلك الرسالة قد وصلت إلى رئيس الوزراء السوداني ونقلها إلى بايدن. ومع حتى اللحظة يمكننا أن نرى أن بعض الميليشيات الوكيلة تقوم باختطاف السفينة كما جاء في معرض تقريركم من أجل زيادة مستوى التوتر، ولترى إذا ما كان الرئيس بايدن سوف يقوم بالموافقة على بعض النقاط التي تطرحها. هل من الممكن معرفة ما هي النقاط التي قد يكون يحملها السوداني، أو يعني المطالب الإيرانية الموجودة الآن لعدم الذهاب إلى تصعيد كبير؟ أعتقد أن الأمر يرتبط بالملف النووي الإيراني، ويجب أن يتعلق أيضا بأصول إيران المجمدة، وهناك أموال كما تعلمون مجمدة داخل العراق. ولماذا عن طريق العراق؟ لأن العراق منخرط بشدة. إذا ما كانت إيران ترغب بشن أي هجوم ضد إسرائيل، فهذا يجب أن يتم من قبل من الأجواء العراقية. ونعلم أن الولايات المتحدة لديها قواعد هناك، وعمليات التوتر من قبل وكلاء وميليشيات إيران سوف يجعل العراق في قلب هذه العملية إذا ما قررت إيران شن ضربة على إسرائيل. وكذلك نقطة أخرى، الرئيس بايدن لعله قد يكون مهتما بإعطاء إيران بعض المزايا من أجل الابتعاد عن مسألة شن أي حرب ضد إسرائيل. لذا فهناك مؤشرات وهناك تعاطف من قبل الحكومة الإيرانية، والأمر له تداعيات أيضا بما يجري في أوكرانيا. إذا ما قبل بايدن هذه النقاط ووافق الإيرانيون، فإن إيران سوف تمتنع عن شن هذا الهجوم أو الثأر الذي يتم الحديث عنه. لذا فإن تلك الحرب النفسية أعتقد أنها سوف تبقى مستمرة ما لم تتغير الظروف في المنطقة، وسوف يتوجب علينا أن ننتظر ونسمع الرسالة من رئيس الوزراء السوداني أو التي سوف يقوم بنقلها. طيب، يعني بانتظار هذه الرسائل ونتائجها، أستاذة كاميليا، اليوم كيف يمكن فعليا لإيران أن ترد وبشكل يعني لا يعود بالأذى عليها؟ وما هو وضع إيران الداخلي من ناحية إذا كان يتحمل أصلا أي إمكانية لتصعيد أكبر؟ تحاول أن تظهر المسيرات والصواريخ وكل ما لديها من ترسانة. من وجهة النظر الشخصي، إن إيران أو الجمهورية الإسلامية في إيران تحاول تفادي المواجهة مع إسرائيل، لكنها قالت بأنها سوف ترد على انتقام بعض القادة العسكريين في القنصلية الإيرانية بدمشق التي تراها جزءا من أراضيها. وهناك بعض الآراء أيضا التي تشير بأن حماس كانت تقاوم إسرائيل لمدة تزيد عن 6 أشهر، وأن الأسرى الإسرائيليين لا يزالوا بقبضة حماس. من وجهة النظر هذا، فإن حماس تقول بأنها تلحق الهزيمة بإسرائيل، فهم يفكرون بأنه إذا ما كانوا
بأي انخراط مباشر مع إسرائيل، فقد يكون لإسرائيل اليد الطولة مع حماس وفي غزة، وهم يرغبون بتفادي هذا الأمر. ولعل أفضل ما يخدم مصالح إيران هو ليست المصلحة الإيرانية، بل يفكروا فقط بالأيديولوجية الخاصة بهم ومن أجل الجمهورية الإسلامية ونظامها. لذا من الصعب أن نقول إذا ما كان هناك عملية هجومية واسعة النطاق ضد الإسرائيليين، وهناك الأمريكيون الذين عبروا عن استعدادهم للدفاع عن إسرائيل ودعمها، لهذه الحرب النفسية التي نراها والتهديد بشن هجمات على إسرائيل قد تعطيهم القوة ليقولوا لإسرائيل بأنهم بمقدورهم فعل ذلك في أي وقت. لديهم ما لديهم من صواريخ، ولديهم وكلائهم الذين هم أيضا قادرين على مهاجمة إسرائيل. قد تبقى الأمور بهذا الاتجاه، وقد تم احتساب هذا الأمر بصورة متقنة منهم من أجل زيادة الزخم، وهم يرون إذا ما كان هناك المزيد من النقاط التي يستطيعون الاستفادة منها من بايدن بشأن العقوبات والملف النووي، وبعد ذلك قد يقولون بأن الأمور قد تم الوفاء بها من الجانب الأمريكي، وقد لا يرون ثمة ضرورة بشن هجوم على إسرائيل. لا يزال الوقت مبكر للتوصل إلى خلاصة تلك الحسابات، لكن من المرجح أن المشهد يبدو بهذه الطريقة إلى وصول الرسالة. شكرا جزيلا لك ضيفتنا من دبي، رئيسة تحرير إنديبندنت فارسي كاميليا انتخابي فرد، على هذه المداخلة معنا في الأخبار الليلة. قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال تصريحات صحفية سبقت مغادرته إلى الولايات المتحدة، قال إن لقاءه المرتقب مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن سيتطرق إلى أهمية التهدئة ووقف الحرب وتجنب اتساع نطاق الصراع. وأضاف قائلا إن هذه الزيارة تأتي في ظروف بالغة الدقة، سواء على مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة أو على مستوى ظروف المنطقة والحرب على غزة، فضلا عن المخاوف من اتساع نطاق الصراع. إلى جانب هذه الملفات، قال السوداني إن الزيارة هدفها الانتقال مع الولايات المتحدة بالعلاقات إلى مرحلة جديدة وبناء شراكة استراتيجية مستدامة قائمة على الاحترام المتبادل وحفظ أمن العراق وسيادته ووحدة أراضيه. كما سيستعرض اللقاء أيضا عمل اللجنة العسكرية العليا بين العراق والتحالف الدولي بهدف الوصول إلى جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف مع العراق والانتقال إلى علاقات ثنائية مع الدول المشاركة فيه. هذه الزيارة تأتي في ظرف دقيق وحساس، سواء كان على مستوى العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة أو على مستوى ظروف المنطقة وما يحصل في الأراضي الفلسطينية من جرائم قتل واستهداف للمدنيين الأبرياء من النساء والأطفال، فضلا عن المخاوف من اتساع ساحة الصراع. اللقاء سوف يستعرض عمل اللجنة العسكرية العليا التي بدأت بين العراق والتحالف الدولي منذ أكثر من شهرين. هذه الحوارات المهمة والتي تهدف إلى الوصول إلى جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى علاقات ثنائية بين العراق ودول التحالف. وللمزيد حول هذه الزيارة معنا من واشنطن مراسل الحدث حسين الطود. مساء الخير لك حسين، معك نتابع تفاصيل هذه الزيارة ومحطاتها كذلك. لارا، هذه الزيارة وفق المسؤولين الأمريكيين كانت ستركز بالأساس على موضوع التعاون الاقتصادي وتوسيع النطاق الشراكة والعلاقات ومجالات التعاون بين البلدين، وأيضا في مجالات الطاقة والمياه والإصلاحات المالية في العراق
إضافة إلى حتى التبادل الثقافي، لكن لأنها تأتي في ظل هذه الظروف المتوترة في منطقة الشرق الأوسط ستكون على جدول أعمال اجتماعات الرئيس جو بايدن مع السيد السوداني خلال اجتماعهم غدا. طبعا السيد السوداني سيجتمع مع الرئيس جو بايدن ومع وزير الدفاع لويد أوستن وحتى مع وزير الخارجية أنتوني بلينكين، أيضا سيتم مناقشة العديد من الأمور، ولكن سيركزون في إحدى هذه النقاشات سيتم التركيز على كيفية منع هذا توسع هذا الصراع في منطقة الشرق الأوسط، الطرفان يتفقان على ذلك. بالنسبة للوجود الأمريكي في العراق، تم سؤال طرح سؤال على أحد المسؤولين في وزارة الخارجية، قال بأن هذا الأمر هو متروك للجنة اللجنة العليا العسكرية الأمريكية العراقية التي هي تحدد كيفية انتقال المهام العسكرية وفقا لجدول زمني يعتمد على عوامل ثلاثة أساسية، منها تهديد داعش والمتطلبات العملية وأيضا قدرة الجيش العراقي على مواجهة داعش. وهم قالوا بأن الجيش العراقي بالفعل تحسن بقدراته خلال العشر سنوات الماضية، ولذلك هذا النقاش سيكون مطروحا ولكن ليس هو محور هذه الزيارة. الأمريكيون يركزون على أن محور هذه الزيارة هو الجانب الاقتصادي، التعاون بين البلدين في الاستثمارات الأمريكية في العراق. الأمريكيون يقولون بأنهم يريدون المساعدة في مساعدة العراقيين على الاعتماد على أنفسهم في مجال الطاقة وعدم الاعتماد على إيران بالنسبة لموضوع الكهرباء. هذه الأمور التي يركز عليها الأمريكيون، يقولون أن موضوع الدفاع سيتم مناقشته، العلاقات الدفاعية والأمنية مع العراق خلال اجتماع السيد السوداني مع وزير الدفاع لويد أوستن. شكرا جزيلا لك حسين على كل هذه الإيضاحات، نتابع معك أكيد تفاصيل هذه الزيارة أول بأول. حسين الطود مراسل الحدث من واشنطن. وكذلك من العاصمة الأمريكية معنا الدكتور عقيل عباس الباحث في الشؤون السياسية. دكتور عقيل مساء الخير، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث. يعني قبل ما ندخل بالتفاصيل العراقية وما الذي سيناقش بالنسبة للشأن الداخلي العراقي، نسأل السؤال الأكبر، هل يحمل السوداني أي رسالة من إيران إلى أمريكا، أو هل لديه أي دور على الأقل بالمفاوضات الجارية بين الطرفين الآن إذا ما كانت موجودة؟ شكرا على هذا الاستضافة. ولله أشك كثيرا أنه السيد السوداني يحمل رسالة من إيران للولايات المتحدة. للطرفين يعني قنوات اتصال تشتغل، ولا أعتقد يحتاجان أن يمر بالعراق، ولا أتصور أنه إيران يعني تنظر إلى السيد السوداني على أنه طرف موثوق بالنسبة لها وما إليه. أعتقد هذه الزيارة تتعلق بالعلاقات العراقية الأمريكية. من سجل الزيارة المواعيد الذي يعني خرج من الجانب العراقي، نحن نتحدث عن زيارة طويلة بحدود 6 أيام، وفد كبير معظمه اقتصادي يتعلق بالقضايا الاقتصادية، لا تركيز فيه على الجوانب السياسية الأمنية لنقل، ليس بالضرورة السياسية. زيارة إلى لا تركيز على الجانب الأمني، بس حتى أفهم هذه النقطة دكتور. لا تركيز، يعني لا يتم مناقشة حتى ما كان في إشاعة له بأوقات سابقة أي اتفاقية دفاعية، أي علاقات أمنية جديدة بعد خروج تحالف؟ لا أعتقد هذا يحال. يعني الجواب الذي يعني نقله مراسلكم عن وزارة الخارجية دقيق، يحال عادة إلى اللجنة العسكرية العليا، وهذه الطريقة للالتفاف على الموضوع، بمعنى أنه هذا يحال إلى الطرق الروتينية. الأمر محسوم، تغير الأسماء، بدل تحالف دولي تسمى يعني تعاون عراقي أمريكي، تبقى القوات الأمريكية. يعني يبدو هذا هو الأشياء ذاهبة نحوه. الوفد معظمه لا يعني على سجل رئيس الوزراء مثلا الالتقاء بالسيد أموس هوكشتاين، يعني المسؤول الإدارة في جانب الطاقة، يذهب إلى تكساس يلتقي مع GE ويعني شركات أمريكية كبرى في مجال الطاقة، وهذا ربما تلبية لواحدة من متطلبات واشنطن. واشنطن تتحدث كثيرا بخصوص استقلال الطاقة في العراق، بمعنى أن لا يأخذ العراق غازا من إيران. هذه أساسية جدا لواشنطن. الجانب الآخر الإصلاح المصرفي، أيضا ستكون هناك يعني نقاشات بخصوصه. العراق قطع شوطا معقولا. الولايات المتحدة عموما تنظر إلى جهد حكومة السيد السوداني بإيجابية بخصوص تقليل محاولة من تهريب الدولار
إلى إيران، إلى سوريا، وصولا إلى روسيا وما إليه. فأعتقد يعني الطرفان هنا لديهما أجندة متفق عليها بينهما، ولا أظن أن هناك خلافات ستنشأ بينهما عمليا. السيد السوداني بطبيعة الحال دكتور عقيل، هنا فقط للإشارة، يعني ما تقوله حضرتك سواء بموضوع الطاقة، بموضوع تهريب الدولار، كل ذلك يتعلق بشكل أو بآخر بإيران، وبالتالي ستناقش إيران ولكن ليس بالشكل الذي نحن نسأل عنه. بس أيضا ما الذي يمكن أن تعرضه الولايات المتحدة على العراق بالنسبة لهذه المواضيع الآن حتى يخف اعتماد العراق على إيران بقطاعات وملفات مماثلة؟ طبعا سيجري الحديث عن الفصائل المسلحة، أهمية أنه حماية القوات الأمريكية من الضربات، هذا موضوع روتيني لكنه لا شيء جديد ولا تركيز عليه، لأن أعتقد الأشياء محسومة بين الطرفين. الاتفاقية التي عقدت غير الرسمية يعني بين الأطراف المسلحة، الحكومة العراقية بعدم التعرض للقوات الأمريكية، يبدو حسمت هذا الملف على الأقل مؤقتا. بخصوص يعني الاستقلال، ما يسمى استقلال، حقيقة هناك ضغوط أمريكية، يعني العراق يحتاج أن يعيد التفاوض. المشكلة التي يعانيها العراق أنه وضع جدول ولا يستطيع أن يلبي هذا الجدول. يعني منذ عام 2011 السيد المالكي قال خلال سنوات سننتج ومصدر الغاز إلى أوروبا، وضع عام 2020 على أنه الهدف ولم يتحقق، دفع إلى عام 2025 ولم يتحقق، دفع الآن إلى 2030. المشكلة التي يعانيها العراق أن شركات الطاقة الأمريكية غادرت، أكسون موبيل، شيل غادرت أيضا من الإقليم، والسبب مرتبط، يعني هناك من يتحدث عن جانب أمني، الموضوع ليس أمنيا، طريقة عمل وزارة النفط العراقية لا تستطيع، يعني البيروقراطية العراقية عمليا عدم القدرة على إدارة عقود نفط حديثة على أساس المعايير الدولية. التفكير الاشتراكي هو الذي يسود في عملية إدارة العراق لملفه النفطي، وهذه مشكلة، وأعتقد الآن بدأت الحكومة العراقية تعي عمق هذه المشكلة. عملية استخراج الغاز في العراق، مسك الغاز وعدم تبخره وتسبب تلوث، يعني تلوث المناخ، يحتاج شركات كبرى لديها رساميل كبرى ولديها خبرة تقنية كبرى، لا يمكن جلب شركات صغيرة هنا وهناك غير ذات خبرة بها. هذه تحتاج رساميل كبيرة لأن الفائدة المادية منها تحتاج وقتا طويلا. فمثل هذه الشركات تحتاج ضمانات عراقية أنها أن الاستثمار معها على المدى البعيد، ولا يغير العقد في أثناء يعني فترته وما إليه، أشياء كثيرة تقنية الطابع. بس دكتور عقيل سأعود معك إلى يعني النقطة الأساسية التي بدأنا بها، كيف يمكن أن لا يبحث موضوع الرد الإيراني والوضع بالمنطقة مع رئيس الوزراء العراقي بأمريكا؟ أعتقد سيبحث لكنه سيمر عليه سريعا. وجهة النظر العراقية والأمريكية وحتى الإيرانية حقيقة متفقة بهذا الخصوص، تجنيب العراق هذا الصراع يعني عبر الفصائل المسلحة وعبر يعني عدم ذهاب إيران. يعني السيد قاني جاء إلى بغداد وأقنع الفصائل، ضغط عليها أنه لا، عدم استخدام السلاح ضد القوات الأمريكية. ربما سيحدث تأكيد على هذا الموضوع، سيقول السيد السوداني الأشياء الصحيحة، نحن قلقون مما يحدث من غزة، في غزة نتعاطف مع الشعب الفلسطيني، نريد وقفا لإطلاق النار، سيقول هذه الأشياء، لكن هذه الأشياء طابعها دبلوماسي. النقاش، الملفات المهمة بين الطرفين هي في جانب آخر يعني التي أشرنا إليها، لكن ستقال الأشياء السياسية الصحيحة، هذه من طبيعة هذه الزيارات طبعا. شكرا جزيلا لك ضيفنا من واشنطن الدكتور عقيل عباس الباحث في الشؤون السياسية. ومع الملف العراقي مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام الأخبار الليلة، بعد قليل 19 مع زميلتي ماريا بن عادل ومزيد من المتابعة سواء في إطار الأخبار العاجلة التي كنا ننقلها وملفات ثانية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.